رجعناكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء المحطة هلأ مع الأبراج. اليوم الحمل البداية طبعا معه يسأل ولا يمل من السؤالات، بده استفسارات كتيرة وبده أجوبة قليلة وسريعة. الثور خطواتك واثقة بمكان الصحيح، ولكن انتبه اليوم من زلة اللسان لأنه أنت مراقب على كل كلمة بتتفوه فيها. الجوزاء الحلو أنك واعي لكل التطورات، اليوم تاخد قرارات مناسبة بمكانة السليم، ولكن انتبه ما كتير تعيش بالخيال، خليك واقعي خاصة اليوم. السرطان عنده كتير اليوم هيك أمور رح تفرحه من بداية النهار، ما كان متصور أنه هالنهار رح يكون هيك، ولكن فعلا بحس هالنهار رح يمرق مثل النسمة. الأسد تطور لافت بالعلاقة مع الحبيب، اليوم ممكن نسمع إشكال أو في أخذ وعطى، ولكن على صوت عالي، انتبهي كتير منيح لحسن سير الأمور مع من تحب. العذراء ناطر إشارة وبعدها بيتصرف من الحبيب، حاسس حاله وكأنه هو بمكان والحبيب بمكان آخر، ما في جامع عاطفي بيجمعهم، وهالأمر بيخلق منه إنسان متوتر ومنهك عاطفياً. الميزان بدك تحاول اليوم تاخذ وتعطي اكثر، وكانه هيك اليوم مثل كانه اخذ مسافه او بليز ما حدا يقرب، بدك تحاول تاخذ وتعطي اكثر وتفسر عن مكتنزاتك الذاتيه بدون اي خجل او ريبه. العقرب اليوم بده الكلام يلي يتفوه فيه يكون نعم نعم او لا لا، يعني بده الناس تنفذ وبس، ما له جلاده للقال والقيل والاخذ والعطاء، بده هو يعطي قراراته والناس تركض تنفذ. القوس صباح الخير، بتوعى هيك على نسمة حلوة، نسمة أمل فواحة. الحلو فيه للقوس أنه مهما تلبدت غيومه بالسواد بضل عنده هيدي النقطة من الأمل، واليوم رح يحاول يشوف هالنقطة دون تراجع. الجدي يتعامل بحكمة مع موقف معين، وفعلا هيدي الحكمة بتمهد لك الطريق أمام أمور إيجابية جيدة أنت بتسعالها بالدرجة الأولى والحبيب بيسعالها بالدرجة الثانية. الدلو هنهار ما كتير رح تكون هيك فيه سعيد ومنفرج الأسرير، لأنه بتحس الضغوطات عم تنزل على كاهلك من حيث لا تدري. انتبه كتير منيح، ما بدنا نفور وما بدنا نغرق بقشرة بصلة مثل ما بيقولوا. الحوت يجدد الإيمان بالذات وينطلق قدما نحو الأمام، مدجج بالإيمان بالثقة. برافو عليك، خليك هيك طيلة النهار. نوصل لمولود اليوم، بدنا نقول هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم. هادئ رصين رزين، بياخد قراراته باللحظة الأخيرة، ولكن قد تكون بناءة، حكيم بنظرته إلى الأمور، عنده قوة بالاندماج مع الآخر من سلبياته، بيزعل بسرعة من إيجابياته، إنسان محب ومحبوب. وهالسنة سنة التحرك بعقلانية، تحياتنا لكل مواليد اليوم. المحطة الثالثة مع جمانة، جمانة اسم مؤنث فارسي وبيعني اللؤلؤة الجميلة، إذا جمانة اللؤلؤة الجميلة. انفعالية كلمتها ما بتصير اثنين، مصممة على قراراتها سيما المصيرية منها، متسرعة بتندم دايما على تسرعها، جمانة حنونة ذكية وغامضة جدا، تحياتنا لكل جمانة عم بتتبعنا. هيدا كل شيء ببرج اليوم، بتمنى لكم يا أصدقائنا بقية نهار سلس إذا قررت، وبرجع بشوفكم بكرة، باي باي.